ابتسم عزيزي العسل، ابتسم عندما تجلس مع عائلتك، فهناك من يتمنى عائلة. ابتسم عندما تذهب إلى عملك، فالكثير ما زال يبحث عن وظيفة. ابتسم لأنك بصحة وعافية، فهناك من المرضى من يتمنى أن يشتريها بأغلى الأثمان. ابتسم وقل الحمد لله، وشاركها وذكر بها غيرك، لعلك تكون سببا في تذكير أحدهم هو الآن بحاجة إلى هذا التذكير. في أمان الله.